في البداية أحب أشكر كل القائمين على هذه المبادرة والفعالية الجميلة اللي استمرت على مدار 21 يوم. 21 يوم كان صراحة كفيلة بتغيير مجرى حياتنا. عنصر الرياضة استوى عنصر أساسي في حياتنا اليومية، من اسمه رواد اللياقة، وفعلا يعني لاحظنا هذا الشيء من أول يوم لين آخر يوم، وباليوم الختامي بعد اللي كان فيه يعني فعالية جميلة جدا. الفريق، روح الفريق، روح التنافس موجودة، فنشكر كل القائمين عليها من مبادرة جميلة، مبادرة غدا 21. نشكر مكتب وضبي التنفيذي على المبادرة، نشكر دائرة التنمية المجتمعية، دائرة صحة، كل الشركاء الموجودين على نجاح هذه التجربة اللي كانت تجريبية ولكنها فعلا يعني كانت ناجحة بكل المقاييس.